توم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ومتابعة واهتمام كبير من سيد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. على بركة الله مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام عشاق الأصالة والتراث ينطلق أول أشواط هذا المساء ولدينا 13 شوطا توزعت ما بين الابكار والجعدان المحليات والمهجنات الاصايل. ننطلق هنا عبر هذا النقل الحي والمباشر عبر قناة ابو ظبي الرياضية الثانية الناقلة لرياضتنا في هذا المساء. الترحيب بجميع الحاضرين والمتابعين في عاصمة الميادين كما نرحب بجميع المتابعين عبر شاشة ابو ظبي. ينطلق اول اشواط هذا المساء الشوط الاول الشوط الرئيسي الخاص بالابكار اللقاية المحليات الاصايل. مسافتنا هي 4 كيلومترات تسير مباشرة الى الصدارة الى الظبي لسمو الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان خميس بن عتيق بن يمع الرميثي في عملية التضمير والتدريب. ولكن التغيير من الشاهينية اللي غيرت الصدارة والمركز الاول لهجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصور المستحيل. من يقدم هذا الاسم؟ من ينطلق مع هذا الاسم؟ من يندفع مع هذه ايضا السلالة الشاهينية بالشعار الحمر الخطر الذي يقدم هنا لمؤسسة هجن الرياسة؟ بينما المركز الثالث الوصول من مشكورة لهجن الرياسة ليتواجد المميز مبارك بن احمد بن مايد الخيالي احد شبابنا المضمرين عشاق هذه الرياضة ايضا يعرف طريق الرموز جيدا ليتواجد ابو احمد مقدما مشكورة. بينما المركز الثالث او الرابع وصلت هنا الشاهينية لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان يتواجد يمع بن عتيق الرميثي ابو خليفة يقدم هذه الانطلاقة. على المركز الرابع هملولة وصلت في المركز الخامس هملولة من هجن الرياسة ليتواجد ظاهر المضمرين علي بن يمي الوهيبي. تنضم ايضا هملولة اخرى على سادس المراكز من هجن الرياسة يتواجد علي بن ميل الوهيبي. يا سلام. انتقل مباشرة الى الاسم القادم هنا على المركز السابع وصلت في هذه اللحظات وصلت سلهودة من هجن الرياسة ايضا مبارك بن احمد بن مايد الخيلي اضمرها هناك يقدم سلهودة. ولكن الدخول وصلت هملولة تدخلت هملولة بالشعار العيناوي شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان محفوظ بخميس الينيبي في عملية التضمير. ابو ناصر يقدم انطلاقه رائعه. اعود والعود احمد اعود الى صداره الشاهينيه على المركز الاول الشاهينيه من هجن الرياسه ليتواجد هنا ايضا المضمر المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري احد خبراء هذه الرياضه ومتيميها وعشاقها. ايضا من يقدم شعاري هجن الرياسه يقدم هذا الانطلاق يقدم هذا الاندفاع يقدم هذا الاداء الرائع والجميل. لو عدنا للماضي تذكرنا ايضا مثير لهجن الرياسة الذي وضع 7 دقائق 8 ثواني 5 اجزاء من الثانية ربما ولعله يكون هو الحدث الابرز من نوعه في عالم سباقات الهجن مع مؤسسة هجن الرياسة التي دائما تاتي بما هو جديد. المركز الثاني المركز الثاني وصلت الظبي لسمو الشيخ محمد بن حمدان بن زايد الهيان يمع بن عتيق الرميثي. الله 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 وين الموقع؟ الكيلو الأخير وصلنا هذا الكيلو وصلنا كيلو السرعة وصلنا كيلو الانطلاقات وصلنا كيلو الأداء الرائع والنجومية الكبيرة. هناك تدخلت هملولة تدخلت هملولة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان محفوظ بخميس الينيبي بدأ أيضا يسير مع هملولة في هذا الشوط. ولكن الشاهينية على الصدارة وصلت هملولة على المركز الرابع هملولة من هجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي يقدم هذا الانطلاق يسير مع هذه الأسماء القوية والعملاقة. تدخلت سلهودة من هجن الرياسة ولكن الشاهينية على الصدارة على المركز الأول المستحيل يطلق العنان هنا مع الشاهينية على الصدارة على المقدم. الله 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 سلهودة
وصلت، وصلت سلهود، وصلت سلهود المستحيل والمميز والظاهر. هنا ينطلقان بشعار هجن الرياسة الشاهينية على الصدارة، على المركز الأول لهجن الرياسة. راشد بن محمد السم المنصوري يقدم هذه الانطلاقة، يسير مع المركز الأول مع انطلاقة الشاهينية. ما شاء الله تبارك الله. جود ايفنينج يا الرياسة، أسعد الله مسائك يا الرياسة على هذا الفوز والانتصار. مؤسسة عملاقة تعرف حصود أيضا، تحصد الذهب كثيرا كثيرا ما شاء الله. تهانينا والناموس، واسعد الله مساء أيضا متيمين الرياسة وعشاقها. هذه هي الشاهينية، تهانينا لأبو دياب. راشد بن محمد السم المنصور الملك الثاني سلهودة من أجل الرياسة، بقيادة مبارك بن أحمد بن مايد الخيري. ثالثا وصلت هملولة، رابعا هملولة، وخامسا أيضا الوصول من لوصلت المركز الخامس كانت أيضا هملولة بالفعل، أو الظبي لسمو الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان. تهانينا والناموس لهجن الرياسة. هجن الرياسة تخطف الثلاثة المراكز الأولى في أول أشواط هذا المساء من خلال الشاهينية وسلهودة وهملولة. هكذا مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، الأصالة والتراث، الانطلاق القوي والتحدي المثير. تهانينا للحمر الخطر، 6 دقائق 3 ثواني وجزئين من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة ولأيضا المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. المركز الثاني سلهودة من هجن الرياسة، 6 دقائق 4 ثواني 5 أجزاء من الثانية. أيضا تهانينا لهجن الرياسة وللمميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. المركز الثالث وصلت هملولة وأيضا من هجن الرياسة، 6 دقائق 4 ثواني و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والتهنئة للظافر علي بن يميل الوهيبي. هكذا مشاهدينا الأعزاء.